اختلاف. ايش بيه مركب التيار؟ ما طرح عليكم سيد مقتدى كمستقلين، وانت ما رحت بهذا اللقاء مع المستقلين يمكن. لا رحت. رحت حنانة؟ من حسين عراب وموجود موجود انت؟ ايه. زين، من قال لكم يا بي ترى بعدين جماعه خلينا نحكي باللغه الشبابيه يعلسوكم بالاخير، ما راح تحصلون شيء، تعالوا ياي واحنا نشكل حكومه، ليش ما رحتوا؟ اول مره طي الشباب يعني؟ لا مو طي الشباب. انا بالنسبه لي ما لا ادمان على هذا القرار، ولو ينعاد ألف مره عيده ألف مره. مو معناها تزكيه للقوى السياسيه اللي هي ضد التيار الصدري، بالعكس بيهم الغدر واللؤم وبيهم التآمر وبيهم الى اخره، هواي مؤامرات ودقوها سابقا ومستمرين بدقاتهم. لكن انا موضوع مو حبا بهذا الطرف. ليش؟ يعني اعتقد بتشدد، ولو تعال الا تجي ويجيك تجيك سيارات باب النائب الا تروح تحضر مجلس، ماكو هيك. انا هذا صحيح دكبيه هذا الطرف، وصحيح انا اتعارك وياه بالمحاكم واتعارك وياه بالاعلام وما راضى علي وغلبني بالتوزيع الاستحقاق بالحصص التنفيذيه، وغلبني بالمستشارين، وغلبني بالهيئات المستقله، وغلبني بالمحافظات، وغلبني بهم كلهم. اعطاكم نائب اول؟ شنو غلب؟ شاخوب اذا رئيس مجلس النواب اقوى من النائب الاول، هل ينحسب من الحصه؟ رئيس مجلس النواب؟ اي للمكون. اكل من نقاط المكون؟ ما اكل. هسه هاي هم المكون اتفقوا عليه. النائب الثاني اكل من نقاط البارتي؟ ما اكل. ليش انا اكلهن؟ النائب الاول اعتبرته اكل نقاطي. ليش ما موجود انا بكل مكان؟ ما موجود.